برنامج المشاركة المواطنة اللي في الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الأرائش، حيث اتخذنا موضوع الكراهية كموضوع جد دارج، هو موضوع جد دارج في زمننا الآن وفي الزمن الماضي. لازلنا كنشكروا اليوم الجمعيات لحقوق الإنسان لفرع العرائش اللي تحتنا الفرصة في نتلاقى مع أساتذة كبار اللي فادونا اليوم، منهم نور الدين الدودي الأستاذ الجامعي بالكلية المتعددة الاختصاصات، وكذلك الأستاذة مها فنيش، وكذلك الدكتور الحبيب الأستاذ الحبيب وأنا سعيدة بتواجدي اليوم. وكذلك اتخذنا في موضوعنا هذا رأي كامل في الموضوع، حيث كانت له مبادئ والكثير من الإطارات والقوانين في الدستور، حيث تطرقت مبادئ كامدن حول الحرية والتعبير والمساواة بأخذها بعين الاعتبار.